مايكون تبقى الكرة لفائدة الميلان. زامبروتا سيدورف مرة أخرى سيدورف البات بات باتو بات وفي اتجاه بات روبينو وبات والهدف الأول والهدف الأول لفائدة الميلان 45 ثانية بالضبط والباتو يتمكن من افتتاح النتيجة لفائدة الميلان في ديربي ميلانو. هو الذي انتظره الجميع هو الذي أراده الجميع في غياب زلاتان إبراهيموفيتش. باتو يتمكن في عملية أولى لفائدة الميلان من افتتاح النتيجة ميلان 1 إنتر 0 بعد 45 ثانية بالضبط. إعادة لهذه اللقطة بات كاتوز روبينو باتو والتسديدة والهدف الأول لفائدة الميلان. روبينو تدخل كان طيب جوليو سيزر والكسندر باتو كان حاضر لتحقيق الهدف الأول.